اهلا بيكم حبايب الطلاب مره تانية. النهارده ميعادنا مع منهج كونكت 4، المنهج اللي اثار جدل كبير بسبب موضوعاته العلميه الكتير، زي اللي بتتكلم دايما عن اجهزه الجسم زي الجهاز الهضمي او الجهاز التنفسي اللي هما بداوا بيهم في اول وحده. طبعا هو المنهج لسه ما نزلش بشكل رسمي في الكتب وكده، لكن في وحدات متداوله منه على النت، وانا قررت طبعا ان انا ابدا معاكم باصعب موضوعات فيه، وهو الجهاز الهضمي، وبعدين هنعمل الجهاز التنفسي. الجهاز الهضمي زي ما انتم شايفين اسمه The Digestive System. The Digestive System، كلمة Digestive يعني هضمي، System معناها جهاز. The Digestive System، الجهاز الهضمي. هنبتدي نستعرض مكونات الجهاز الهضمي واحدة واحدة بالترتيب. أول كلمة بتقابلنا هي كلمة mouth. mouth اللي هو الفم. esophagus. esophagus. esophagus اللي هو المريء، اللي هو بيبدأ من الفم لحد ما يصل لأول المعدة. stomach. stomach اللي هي المعدة. stomach اللي هي المكان اللي بيتجمع فيه الأطعمة والأكل. liver. liver. liver اللي هو الكبد، اللي هو بيقوم باستخلاص الدهون من الطعام، ويوجد مكانه في أعلى يمين البطن زي ما انتم شايفين في الصورة. بعد كده small intestine. small intestine الأمعاء الدقيقة زي ما انتم شايفين صورتها. بعد كده large intestine. large intestine الأمعاء الغليظة اللي هي بتبقى حوالين الأمعاء الدقيقة. بعد كده أفعال مهمة وردت في الدرس زي go from. go from يعني يبدأ من. بعديها move from. move from يتحرك من. take out the fats. take out the fats يعني يستخلص الدهون زي ما الكبد كده بيعمل، بيستخلص الدهون من الطعام. بعديها it، والمقصود بها the large intestine في الجملة ديت، يعني it هنا بتشير لل large intestine أو the large intestine اللي هو الأمعاء الغليظة. takes water and salt from food for the body، يعني الأمعاء الغليظة بتستخلص الماء والأملاح من الطعام لكي يستفيد بها الجسم. بعد كده هندخل على الجزء بتاع الكتاب. الجزء بتاع الكتاب عندنا هو what happens in our body when we eat food. what happens in our body when we eat food، يعني ايه اللي بيحصل في جسمنا لما بناكل الطعام؟ يا ترى ايه اللي بيحصل في جسمنا؟ what happens in our body when we eat food. هنشوفها مع بعض دلوقتي، هنشوف رحلة الطعام جوه الجسم او جوه داخل الجهاز الهضمي. هنقرا الرحلة دي مع بعض بالترتيب واحدة واحدة. اول حاجة the esophagus goes from the mouth to the stomach. the esophagus goes from the mouth to the stomach يعني المريء بيبدأ من الفم الى المعدة زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم. بعد كده when the food moves from the esophagus to the stomach the liver takes out the fats. when يعني عندما the food moves from يعني عندما الطعام يتحرك من the esophagus اللي هو المريء to the stomach للمعدة، ايه اللي بيحصل؟ the liver. liver اللي هو الكبد اللي هو العضو اللي هو في اعلى يمين البطن، بيستخلص الدهون
takes out the fats، بيستخلص الدهون الموجودة في الطعام. بعد كده food moves from the stomach to the small intestine، يعني الطعام يتحرك من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. هنقراها مرة تانية. Food moves from the stomach to the small intestine، يعني الطعام يتحرك من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. يجي دور هنا بقى the large intestine اللي هو الأمعاء الغليظة. The large intestine، هنتكلم هنا عن دور الأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة زي ما قلنا the large intestine. The large intestine is around the small intestine. The large intestine is around the small intestine. يعني الأمعاء الغليظة حول الأمعاء الدقيقة زي ما تشايفين في الصورة. يجي دور بقى وظيفة الأمعاء الغليظة. It takes water and salt from food for the body. It takes water and salt from food for the body. يعني بتستخلص الفعل تيك، يعني يأخذ أو يستخلص الماء والأملاح من الطعام اللي هو بيمر فيها لأجل الجسم، يعني عشان يستفيد منه الجسم. It removes waste. بتزيل الفضلات أو بتطرد الفضلات، ودي وظيفة برضو الأمعاء الغليظة. بكده نكون خلصنا درس النهاردة. خدنا the digestive system، الجهاز الهضمي، وعرفنا مكوناته اللي هو mouth number one، طبعا زي ما انتم شايفين في الصورة mouth. Number two هتبقى esophagus. Number three هتبقى liver اللي هو الكبد. Number four رقم أربعة هتبقى stomach. Number five رقم خمسة هتبقى small intestine. Number six رقم ستة هتبقى large intestine. دي مكونات الجهاز الهضمي وعرفنا وظيفة كل مكون منه. أتمنى أن يكون الفيديو بتاعي عجبكم، يا رب تكونوا فهمتوا الشرح كويس، واوعدكم ان احنا هنتابع باذن الله في مناهج الصف الرابع والثالث والمرحله الابتدائيه كلها، وان شاء ربنا يسهل الامور هيبقى في ان شاء الله شرح للمرحله الاعداديه. اتمنى ان انتم تتابعوا كل فيديوهاتي، ان شاء الله تستفيدوا، ولو لكم اي تعليقات ضيفوها في الكومنتات اسفل الفيديو. شكرا ليكم، هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. جود باي.